صحة رمضانكم. اليوم راح نهضروا على دومين واحد اخر تاع السيبر سيكوريتي اللي هو لاركتيكتور دو سيكوريتي اللي تكون حجر الاساس تاع الحمايه ديالنا اونلاين. وهذه الاركتيكتور بحد ذاتها متكونه من عده مجالات صغار واحد اخرين دوك نبداو نكتشفوهم بالواحد. بروميير سو دومين هو لا كونستركسيون تاع لي سيستيم سيكوريزي اللي يمبليكي لا كرياسيون تاع قواعد صلبه لي زانفراستركتور نيميريك وين كل عنصر منهم يلزم التصميم ديالو يكون صرا بدقه باش يريزيستي لكاع لي زاتاك بوتونسييل. المجال الثاني هو لو ديفلوبمون دي زابليكاسيون سيكوريزي اللي يضمن لنا بلي لي لوجيسيل تاعنا ما يوليوش بوابه يدخلوا منها لي بيغات انفورماتيك. المجال الثالث هو تصميم الشبكات اللي يضمن لنا بلي كل كونيكسيون صممت بعنايه لمنع التسللات الغير مسموح بها باش نغارونتيو لا كونفيدونسياليتي تاع لي دوني. لا داتا ديالنا هي تري بريسيوز على بيها لا بروتيكسيون دي دوني هي لو كاتريام سو دومين ديالنا. وهذا الدومين لازم يضمن الانتيغريتي لا كونفيدونسياليتي اي لا ديسپونيبيليتي دي دوني ميم فاس او مناس لي بلو سوفيستيكي. لو 5ييم دومين ديالنا هو لا سيكوريتي تاع الكلاود. كيما تعرفوا كامل الكلاود راه نستعملوه بارتو هاد الايامات دونك لا سيكوريتي ديالو ولات مهمه بزاف. وهاد لا سيكوريتي لازم تضمن الحمايه تاع المعلومات اللي نستوكيهم داخل الكلاود واللي نتبادلوهم اترافير لي سيرفيس اون لين. لو 6ييم دومين هو الكونترول داكسي ولا جيستيون ديدونتيتي. كيما تعرفوا الكونترول داكسي هو الاساس تاع الابواب الرقميه دونك هو اللي جيري شكون يقدر يدخل لواش وقتاش وكيفاش وفي نفس الوقت يضمن سلامة الهوية الرقمية ديالنا. أخيرا لحقنا المجال الأخراني اللي هو الانجينيوري دو سيكوريتي اللي تكومبيني المهارات التقنية والاستراتيجية باش نانتيسيبيو ونكونتريو لي مناس إمرجانت وهكذا ناسيريو اون ديفونس برو أكتيف.